معا نطرق سويا أبواب القرآن الكريم بحثا عن تفسير جديد يتناسب مع عصرنا بما فيه من تحديات واحتياجات. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أهلا بكم معنا في أبواب القرآن، رحلة يصطحبنا فيها الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. يعني جئنا إلى منطقة شائكة، صحيح يعني تحدث فيها كثيرون وقد يكون وصلوا فيها إلى قول فصل، لكن أحيانا أنت عارف الأمور يجب أن تتجدد، الإلحاح على الناس بالمعنى يعني يمكن حتى يثبت عندهم الفكرة، لأنه من المطاعن الأساسية اللي بتوجه للقرآن الكريم وبتوجه للإسلام بشكل عام هي منطقة القتال أو منطقة الجهاد، وطول الوقت يجي يقول لك أنه القرآن كتاب دموي يدعو إلى قتل الناس، قتلوهم حيث ثقفتموه، وياخد الكلمتين دول بس ويعمم أنه هذه دعوة قرآنية. لو جينا نرسم صورة لما يتعلق بمفهوم الجهاد والقتال في القرآن الكريم، من أين نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الكلام عن هذا المفهوم نطرح سؤال، احنا هنفهم القرآن بلغة عالمية ولا نفهم القرآن بلغة بيئية؟ يعني احنا متفقين على ان القرآن كلمة الله الأخيرة للعالمين. يبقى احنا لما نيجي نفسره ونفهمه هنفهمه على اننا نريد به هداية العالم ولا نحن نريد به قتال العالم؟ لا، هداية العالم بالمنطق. ده بالمنطق. طيب، وده يستدعي ان نفهمه بلغة عالمية وليست بيئية. بلغة بيئية؟ لا، ما هو اذا كنت انا هقصد به هداية العالم لازم افهمه بلغة عالمية. افهمه بلغة عالمية مش بلغة بيئية. تمام، دي نقطة. النقطة التانية انه انا لازم احدد لما يقال لي القرآن كتاب دموي لماذا قيل هذا؟ هرجع واقول قيل هذا لان احنا السبب في هذا، احنا اللي صدرنا ده. يعني لما يجي بعض الكتاب سواء من القدامى ام من المحدثين ويقول لك ان القرآن يجب ان يغزو العالم واللي ما يؤمنش يبقى لا الايمان لا السيف، بل وصل الاستاذ سيد قطب نفسه الى انه المجتمع يبقى جاهلي لو ما كانش بيحكم بالقرآن ويجب رفع السيف عليه وبيعتبروش مجتمع مسلم. حتى من العجيب انه في كتابه معالم في الطريق يقول لك انه لا يجوز الاجتهاد الفقهي لهذا المجتمع، كمان بتجتهدلوش ما تبحثوش عن لانه كافر. يقول لك شريطة ان يحكم الاسلام في الحياة اولا وبعدين نشوف مسألة الاجتهاد او مسألة الفقه. طبعا نحن لا نعلم في تاريخ العلم ان تطبيق العقيدة والاحتكام بالشريعة في المجتمع شرط في الاجتهاد، هذا لا نعلمه على وجه الاطلاق، لكن ده لانه هو رجل ليس بفقيه فهو عنده ان الاسلام دعوته في الاصل الحرب، ده الاصل. الاصل اننا نقاتل الناس جميعا حتى يسلموا. طيب نيجي بقى لخطأ ثالث، ان احنا بنفهم كلمة الجهاد في القرآن كله على انه القتال بالسيف. والقرآن حجمنا الجهاد، ضيقنا في هذا المفهوم أو ضيقنا في هذا فقط. مع انه الجهاد بيبقى جهاد للنفس وجهاد للشيطان وجهاد في نشر الدعوة، والمرحلة الأخيرة الجهاد بالسيف. امتى؟ لما يعتدى عليا.
نروح بقى نروح للقرآن. نجد وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. العلماء يقولون انه قولوا الذين يقاتلونكم دقيد بمنزلة العلة. وقاتلوا في سبيل الله, ايه العلة انك تقاتل في سبيل الله؟ الذين يقاتلون, الذين يقاتلون, يعني هو اذا لم يقاتلني فليس من حقي ان اقاتله. ده كمان ده قال لك وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. والاعتداء مجاوزة الحد. يعني هو اذا اعتدى عليك رد عدوانه بالمثل. ما تتجاوزش في رد العدوان, لا تفجر في رد العدوان في حرب. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا, ويعلل ان الله لا يحب المعتدين. ويقول في الآية الثانية فان اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. بالمثل. لا بصورة أعلى ولا دي بصورة أدنى. الآية اللي نزلت في بعد مقتل سيدنا حمزة. نعم. وإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. يبقى بالمثلية. المثلية دي بتفسر الآية الثانية عدم مجاوزة الحد. يبقى ما فيش العلة بقى. هو حتى بعد مقتل سيدنا حمزة قال ولئن صبرتوا. لو خير للصابرين. كمان. اللي هنا بقى العلة في القتال ما هي؟ العلة في القتال باللغة القديمة هي درء الحرابة. يعني ايه درء الحرابة؟ يعني لا يؤذن لي في القتال الا اذا اعتدى علي الاخر. فانا ارد العدوان. الحرابة درء الحرب عني. وده أمر بقى مشروع, يعني تشرعه كل القوانين وكل الدول. إذا حد اعتدى عليك أنت من حقك أن ترد العدوان. إيه المفهوم المرفوض؟ أنك تبدأ الناس بالعدوان أو تبدأ الناس بالقتال. ولذلك الشيخ محمد الغزالي مثلا رفض أن النبي أغار على بني المصطلق. والحديث في البخاري. وقال لا, النبي لا يغير, انما لابد ان يعلمهم وتبقى الحرب معلنه وكذا الى اخره. فالقضيه هنا عشان نخلص ان الائمه ابو حنيفه ومالك واحمد مذاهب الثلاثه, وقول عند الشافعي على ان مشروعيه القتال في الاسلام لدرء الحرب وليست لابتداء الحرب وليست لإرغام الناس على الدين وليست لإكراه الناس على الدين. والآية واضحة ومحكمة, لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي. طيب عايز أفصل مع حضرتك في أمر قبل أن نذهب إلى الآية اقتلوهم حيث ثقفتموه, وهو طب إذا كان الحرب أو القتال أنه أنا أرد اعتداء وحتى بأخلاقيات, يعني أنا أرد الاعتداء ولا أعتدي, طب كيف نفسر الخروج المسلمين لفتح البلدان؟ خليني الأول عندي واقتلوهم حيث ثقفتموهم. لا, ما أنا ده ليه كنت عايز أجي لحضرتك. نبدأ بيه. لأنه هنا فيه نزع لي هذه الآية من سياقها. احنا يمكن اتكلمنا على من ينزعون الآيات من مهم. السياق فهو ياخد بس يقول لك القرآن يا أخي بيقول واقتلوهم حيث ثقفتموه. فهنا لو توضح لنا ده الكلام حالك مظبوط, لكن فيما هو أشد. هناك من يقول بأن هذه الآية نسخت هذه الآيات. هذه الآية نسخت هذه الآيات. فاقتلوهم حيث ثقفتموهم, اقتل على طول. طيب وإن اعتدوا عليكم فاعتدوا, لا دي منسوخة, حكمها اتلغى. يعني كونك ترد العدوان ده اتلغى. ده بناء على كلام البعض. وذلك الشيخ محمد الغزالي له تعبيرات كده, ولك وربما هبس فيه وقال لنا بأن فاقتلوهم حيث ثقفتموهم بناء ناسخة للآيات. فالضمير هنا فاقتلوهم راجع لمين؟ قال راجع للسياق للمعتدين. فهو رد العدوان. انا برد عدوان. ده هنا الايتين نفس المعنى, يعني نفس المعنى. عشان ما تمزقش, يعني في التفسير لابد انت بتفسر انك انت توجد الاتحاد الكلي في المعنى. يعني ما تمزقش الايات.
مثلا عندك ضمير وعندك اسم ظاهر وكذا, ما تخليش الاسم الظاهر لمعنى وتروح رايح للضمير لحاجة تانية. الضمير فاقتلوهم اي للذين اعتدوا عليكم, مش معنى فاقتلوهم انه دول ناس قاعدين فانتوا تروحوا تقتلوهم وخلاص. يجي يقول لك ايه بقى, وفي آية تانية قال واخرجوهم. طيب صحيح دي متقدمة في اللفظ, لكن الآية بتقول واخرجوهم من حيث اخرجوكم, فهم برضو بدأوا الاعتداء. هم اللي بدأوا الاعتداء يعني. وعلى هذا كثير. فالآيات القرآنية محكمة أننا لا نبدأ أحدا بالقتال. نيجي بقى للغزوات الأول. طب خلينا نيجي للغزوات. طيب. لأنه الغزوات لا أمر والفتوحات أمر. نعم. الغزوات الرسول عليه الصلاة والسلام, في ناس كتيرة جدا يقول لك أن هناك بعض الجماعات اللي قامت بيه عسكرة السنة النبوية فأطلقوا على أنه في القرآن الكريم هذه ما يطلق عليها أيام الله وأيام وليست غزوات. كلمة الغزوة دي ده أمر مستحدث يعني أنه الرسول لم يكن يستخدم, والبعض يستبعد هذا المصطلح. يعني الرسول ما قالش أن احنا دي غزوة بدر ودي غزوة أحد ودي غزوة الأحزاب ودي وهكذا. ماذا تقول لنا في هذا الأمر فين؟ أنا رأيي أن كل هذا يرجع لأمرين. الحروب دي كلها ترجع لأمرين, إما حرب واقعة وإما حرب متوقعة. يعني النبي خرج للقتال في حروب واقعة, ناس بتقتله زي مثلا غزوة بدر, زي غزوة أحد, أو حروب متوقعة لما إلى علمه أن بلدا ما أو أن قبيلة ما زي ما حصل في بني قريظة وبني النضير تستعد لقتاله. فبدأه لأنه علم أنه لو لم يبدأ سيبدأه. وأعتقد هذا أيضا أمر مشروع. أيضا بناء على الطرح اللي حضرتك بتطرحه, برضو أنا في حاجة إلى قراءة في السيرة, قراءة جديدة. بمعنى أن احنا عندنا ثلاث قراءات. قراءة جديدة في القرآن. نعم. وقراءة جديدة في السنة, وقراءة جديدة في السيرة النبوية. نعم. قراءة السنة قراءة جديدة. السيرة. في السيرة قراءة جديدة, لأنه هل السيرة النبوية هتكون محط أو مدرك للأحكام؟ بمعنى؟ يعني هي تؤخذ منها أحكام تشريعية ولا هي هتبقى سرد تاريخي لما حدث؟ وما حدث ده يتناسب مع مقتضيات الواقع في وقتها. بعض العلماء زي الشيخ البوطي رحمه الله, ولو كتاب مهم فقه السيرة, وللشيخ الغزالي فقه السيرة, فقه السيرة ايضا, والمعنى يختلف. الشيخ الغزالي عمل فقه السيرة الفقه العام اللي هو فقه الحياة, الفقه بالمعنى اللغوي مش بالمعنى المصطلح. الشيخ البوطي ركز أكثر على التشريعات والأحكام التي تؤخذ من السيرة النبوية. ورجع للمذاهب, المذاهب استدلت بكذا وكذا إلى آخره. لكن الطرح الآن المطروح من قبل البعض, هل السيرة, وأرجو أن المشاهدين يفهموني أنا ما بقولش رأيي, أنا الآن بطرح, هل ندرس السيرة على أنها واقع نقتدي به في الأحكام الفقهية وفي التشريعات, وهل كلها تكون كذلك؟ يعني لما حفر الخندق في غزوة الأحزاب, هل إحنا نحفر الخندق أيضا في غزوة الأحزاب؟ كان يقاتل بالسيف, كان يقاتل بالفرس, هل ده هيؤخذ به ولا هنأخذ بالأفراد الجديدة والمصطلحات الجديدة؟ أنا رأيي أن السيرة تكون مصدرا للتشريع. انا لست مع الفريق الثاني اللي عاوز يستبعدها من شايف ان تبقى مصدر للتشريع, تبقى مصدر لانها راجعه للسنه في النهايه. لكن نفرق في الاحداث بقى, بين الاحداث التاريخيه, بين الاحداث الملائمه للعصر, بين الاحداث التي لا تلائم العصر. وبالتالي نصفي ما الذي يصلح لنا الان. يعني الاخوان المسلمين والجماعات هم درسوا السيره وكما تفضلت عسكروها وشان يطبقوها على الأولاد المنتمين للجماعة اللي هم بيجندوهم, اللي هم بيجندوهم ويبتدي يقول له المعركة حصل كذا وده كذا وده كذا وده كذا, ويبقى بيدرس فصول معينة من السيرة النبوية وبيدرس كتب معينة. يعني في الإخوان حتى في قراءة الكتب, يعني مثلا في التفسير
انت مكلف تقرأ في الظلال في اجزاء معينة. يعني اذكر ان واحد منهم وخرج عنهم يعني كان معهم زمان قال لي كان فقه السيرة الشيخ غزالي ده ممنوع لان الشيخ غزالي خرج عليهم فكان يعني يتقبلونه ظاهرا لكن هو في الباطن كانوا لا يتقبلونه. وهو رحمه الله له كتاب من معالم الحق الطبعة القديمة ده كتاب شوه لانه في الطبعة الجديدة كده حذف فصول مهمة منه. نعم هو ضغط عليه فيما علمت القرضاوي ومحمد عمارة خلوه غير انما النسخة القديمة لا هو قال ان البقاء في تلك الجماعة مضيعة للوقت ويتكلم على الهطيب يعني ده تاريخ. انا عندي النسخة القديمة يعني الطبعة القديمة. طيب في ملمح هنا مهم جدا يا دكتور انه هذه الحالة من العسكرة للسيرة اللي حضرتك زي ما اشرت الجماعات استخدمتها اضاعت على الناس انه نتعامل مع مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه مجتمع عادي. يعني عندما تأتي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة عهده الناس لا تعرف عنها الا الغزوات والحرب والقتال والتعذيب. لكن هذا مجتمع الدعوة استمر 23 سنة في ناس بتاكل وبتشرب وبتبيع وبتشتري وبتعمل الهدوم وفي اسواق مجتمع زي مجتمع. هذا المجتمع كتب السيرة يعني اغفلت جزء كبير منه لصالح الحالة اللي الناس بس واخدها عن السيرة انه هي حروب وغزوات لا هو الكتب ما اغفلتش والسنة ما اغفلتش انما عن تعمد بعض الجامعات تم تغييب ده وإظهار السيرة كما تفضلت أنها معارك وقتال ونشر للدعوة وإلى آخره. لكن الجانب مثلا اللي فيه الرحمة في معاملاته صلى الله عليه وسلم ده ما ظهرش. جانب الإحسان جانب التعامل مع أهل الكتاب جانب أن وضع وثيقة في المدينة حتى بعضهم يحاول يضعفها ان وضع وثيقة في المدينة بيتعاملوا معها ان دي اول وثيقة لحقوق الانسان. نعم في حقوق الانسان وفي التعامل مع الاخر وانه لما يقول العبارة الدقيقة جدا للمسلمين دينهم ولليهود دينهم يعني اعترف وانت الان مش عاوز غير وما يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه. صحيح والرسول هو اللي حطها في الوثيقة للمسلمين دينهم ولليهود دينهم وانت تلاقي عاوز تيجي وانا يبتغي الاسلام دينه وبس. فاحنا في جوانب في السيرة تحل ايضا مشكلات كثيرة جدا من تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام. في كمان تصرفات زي ما قلنا قبل ذلك يعني حفر الخندق ده مش موضع قدوة لانه هنا ده كلام قائد عسكري بس مش موضع قدوة وتقيس على هذا بقى الكثير. لكن انت تيجي ياخد لك من السيرة انه النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الفرس طيب الان ما فيش فرس يتركب ماذا نعمل؟ صحيح. طيب الفتوحات هي من امور الدين ولا من امور السياسة؟ لا الفتوحات امور سياسية امور ترجع لنشر الدعوة بس ما ترجعش لنشر الدين. والان ما في فتوحات على فكرة. يعني انت الان لما تذهب بسلوكك واخلاقك الى مجتمع غير مسلم وتعرض دينك وتجلس بكل شياكة وتعرض الاسلام النظيف اللي انت تعلمته الاسلام الصح ما ناس يقبلون اليك. لا يعني انا في قصة ما عرفش احكيها ولا فضل. في كتاب للشيخ الغزالي اسمه مستقبل الاسلام خارج ارضه. في جماعة معروفة اسمها جماعة التبليغ. صحيح تبليغ الدعوة. فراحوا في فرنسا دعوا واحد وكان مسيحيا. وبعدين الرجل طبيب اسلم وخرج معهم في سبيل الله. عندهم خروجات يعني 3 ايام و 40 يوم ده خرج شهرين بقى او 14 مش فاكر. وبعدين رجع يلبس الجلابيه القصيره ومسك عصايه واطلق اللحيه وساب شعره لورا ودخل على ابوه وامه بصوا مش عارفينه. بعدين تاملوا في شكله كده فابوه قال له هذا هو الدين الجديد؟ قال له نعم. قال له بئس الدين هذا. الشيخ الغزالي بيقول ماذا عليه لو كان راح لابوه بالبدله الانيقه وبشكله المعتاد وشرح له مزايا الاسلام ودخل ابوه في الدين كان الافيد بقى يروح بهذا المظهر ولا يروح بالمظهر المعتاد الاساسي؟ ده فقه دعوه. فانت الان ممكن بتفتح بقى العقول
مش البلاد، الحروب الآن اللي هي الحروب بالسلاح دي أمور كادت تنتهي من العالم، الحروب الآن اقتصادية وحروب سياسية وحروب كذا إلى آخره. أنت الآن بتفتح عقول الناس، كيف تفتح عقول الناس عشان يتقبلوا منك الدين؟ عندما تعرض دينا يتقبله المنطق وتعرض آراء يتقبلها العقل. لكن لما تذهب العالم الغربي كله معظمه بيرفض الإسلام بالنسبة لقضايا المرأة، قضايا المرأة كلها مشوهة. طيب هذا حديث سيطول بينه وبين حضرتك. هو رافض هذا، رافض هذا ليه؟ لأنه شايف أن المرأة اللي هي جزء من المجتمع الكبير عنده هي مهانة وهي شيطان وهي مدنسة وهي 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 كما قلنا. فالآن أنت عايز تفتح العقول ويبقى ده فتح للإسلام. طيب إذا يعني أجملنا القول في هذا الأمر، لأنه الحقيقة مش بس ده مطعن من العالم ضد القرآن وضد الإسلام، وحضرتك كما تفضلت قلت أنه هو شايف أن القرآن كتاب دموي لأن إحنا اللي قدمنا القرآن على أنه كتاب دموي. هنا برضو توظيف لمثل هذه الآيات عند جماعات أخرها داعش، يعني لما حرقوا الطيار اللي هو معاذ الكساسبة الأردني، الناس قالت انه هم هنا اخطأوا لانه لا يعذبوا بالنار الا خالق النار. نعم. فخرجوا قالوا لا، احنا لما حرقنا معاذ الكساسبة احنا استندنا الى القرآن، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهو رمى يعني قنابل على الناس في داعش فحرقهم، فاحنا حرقناه زي ما هو حرقنا واستندوا الى نص القرآن. فكرة توظيف النص عند هذه الجماعات القاتلة برضو يحتاج الى نظر. مش احنا قلنا في اكثر من حلقة تفسير المصلحي. طيب مصلحة الدعوة انك تعلن هذا وتفعله، مصلحة الدين ومصلحة الانسان تفعل هذا، ولا المصلحة انك تذهب الى رأي في التفسير انك لا تعاقب بالمثل؟ ده هو هنا فندم بتفسير مصلحي لمصلحته الخاصة، لا لمصلحة التيار. لا، ما هو المصلحة في الشريعة الإسلامية ليست جزئية وليست خاصة، إنما المصلحة لابد أن تكون كلية ولابد أن يقرها الشرع. فأنا لما يكون عندي تفسير أن أنا لو هم حرقوا وعملوا وأنا أخذت هذا التيار وما حرقتوش، إيه الصدى؟ في حاجة في الشريعة أيضا غيبة واحنا مغيبينها، فقه المآلات. المآل اللي هيقول من الفعل ده ايه؟ العاقبه ايه اللي هيترتب عليه؟ القرآن يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فانا لابد انظر الى الحكم اللي انا افعله الان، ما المآل الذي سيؤول بنا اليه؟ هل هيجر علينا مصلحه؟ هيودينا فين؟ هيجر علينا مصلحه؟ هيجر علينا كذا؟ يعني بعض الناس مثلا الان، وانا يعني رجل لست مشتغلا بالسياسه ولا كذا، يقول لك ليه مصر سايبه والناس بيتقتلوا كذا وكذا؟ لان انا ببص للمآل الذي اصل اليه. انا ببص لظروفي، لحالتي الاجتماعيه والاقتصاديه. وده يصب في فقه الدوله اللي حضرتك بتتكلم معانا فيه. ولذلك برضو بالمناسبه ذكرتني انه الجهاد بمعنى جهاد النفس وبمعنى التربيه ده فرض عين. وده كل واحد يقول بيه على كل واحد. الجهاد اللي هو بمعنى القتال ده بيسموه يندرج تحت باب السياسة الشرعية. ايه السياسة الشرعية؟ قال لك الاحكام التي في يد الحاكم. هو بس اللي يتصرف فيها. فالجهاد بمعنى القتال يندرج تحت هذا الباب، السياسة الشرعية. هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، هو اللي يقول لنا متى يحارب ومتى ما يحاربش، متى يستخدم السلم متى يستخدم الحرب، لانه مطلع على ظروف نحن لا نطلع عليها. فده يقول لك يندرج تحت باب السياسة الشرعية. والا مش كل واحد شايف انه فلان او بلد ما بتعتدي على المسلمين انه عايز يروح يقاتل. ده حكمه ايه يا فندم؟ ده قاسم قولا واحدا. انك لابد ان تندرج تحت لواء السياسة الشرعية، يعني تحت ما يراه الامام او تحت ما يراه الحاكم. فالحاكم متى يرى القتال ومتى لا يرى القتال، ده حسب ما يقدر من ظرف، وحسب ما يقدر من مصلحة البلاد، وحسب ما يقدر من المفاسد التي تعود على البلد. مش مجرد
انه انا شايف انه في اعتداء بيحصل هنا فانا اروح اقاتل. بالظبط. بعض الناس وايضا ده يجرنا برضو حاجة وان كان مش هيبقى المجال برضو، لابد ان نعيد النظر في الفقه في مفهوم دولة، انه مفهوم دولة مسالمة ودولة محاربة، دار الحرب ودار الحرب ودار الاسلام. ده لازم نعيد النظر فيه، لانه قديما كان في الفقه دار حرب لانها بدأتني بالحرب واعتدت علي فاطلقنا عليها دار حرب. طب انت الان علاقتك بالعالم كله مش حرب. ممكن يبقى في حرب بين دولتين، في حرب بين دولة بتعتدي على دولة، لكن العالم كله مش دار حرب. يعني احنا كده محتاجين قراءة جديدة للقرآن، وقراءة جديدة للسنة، وقراءة جديدة للسيرة. نعم. ثم قراءة جديدة للفقه. طبعا. طيب نكمل ونشوف يعني محتاجين لقراءة جديدة في ايه. يعني بشكر حضرتك ونستكمل حديثنا ودخولنا لأبواب القرآن معا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر. شكرا لحضرتك. شكرا. وشكرا لكم. إن الموسيقى حرام والأغاني حرام والفن حرام عموما، لا يوجد نص صحيح صريح في تحريم في الغناء. تحريم الغناء، وكل ما هو صريح في تحريم الغناء فهو غير صحيح. الحب حلال ولا حرام؟ فن زي فن الباليه مثلا. الحلال والحرام يدخل في الامور الاختياريه. زياره القبور حرام وشرك وبدعه. فتسال ليه كل ده ظهر؟ مين شغلنا بيها يا فندم؟ اتكلم عن المصورين، وقال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. هنا برضو تاريخيه النص. الامور الفطريه الجبليه لا نسال فيها عن حلال وحرام. هؤلاء ادخلونا في هذا الاشكال، لان الروح أصلاً حابسة في الجسد.